بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، لا إله إلا الله يملو سنت شروط وشالوت النزي شروط وشدمو ويدمو النزي مسفرت وش من دناش يملون أن ملكت لا إله إلا الله يملو سبات شروط وشالوت إن دالوت علماء إن قدي هننم حافظ الحكمي إن بالوت شيخاتشن الساتشو رحمة الله عليه بسلم الوصول بميلاتشو منظوماتشو ويدمو قطما ويدمو سننجونجاتشو وستي أسكمتوتن استين ملكت من إلال العلم اليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه إلال انقدي النزي سباتون كزي سننجوست أو سنن ملكتو من إلال العلم اليقين العلم اليقين القبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة النزي سباتو يا لا إله إلا الله شرط وشناجو سمن تنيام أميش أمرو علماء وشالو انقدي ككفر نسع مهن ميلو مالتنو انقدي ويدمو كشرك بأنه كبالي بيتو شاشو نسع ميلو انقدي استي سباتو النزين استي زرزران النمال كتاجو العلم أوقت الله سبحانه وتعالى من إلال فاعلم أنه لا إله إلا الله أوك إلى الله سبحانه وتعالى عند سو لا إله إلا الله يملون مسفرتوچون من آينت هنية تاوش بوستون دالة أوقات الله سبحانه وتعالى أوقو يميها ملكولي هنية قبال أوقات يسفل قال عند سو يما يوقو النقار آيا ملكم يميها ملكو بأوقات نو الله سبحانه وتعالى عند فطاري عند قيتا كالسوچ بأونت لملك يمي قباو يلن بلن ما من مالتنو الله سبحانه وتعالى انجدي إهنن ميموالو يادرغن هلتنيا اليقين أرغت أنيانت انجدي اجيك بطام أسفل لاغي كهونو يا لا إله إلا الله شرطوش أندونو كلب مكبل اني بملاسي يالكوتن كلب بيتقبية مارغاغت على بني مالتنو انجدي اليقين بزي أينت ملكو لا إله إلا الله ملون لبي إرقت أنيا هوني يالكوت إرقت أنيا هوني يالكوت مهون اللبت مكنياتهم إرقت أنيا نت يترطر تس عرارينو انقدي كترطر نس أيهم كوي مهون اللبين إيه الله سبحانه وتعالى عند أملاكنو لسون بچانو لقزاو بيه مالتن اجيك بچان يمي ملك كسو وچي أملاكي للا اندهونا بإرقت أوكي يمسرابت لهوني قبال لزهم من إلال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يالتهت أراد تروت النزا مؤمنان أونت إيه الله سبحانه وتعالى أمنت يازوت الله سبحانه وتعالى بأمنت بذكل نيو أمنت يازوت لا انقدي لا إله إلا الله يمي لون قال يالمن امترتر الله سبحانه وتعالى يمي عملكو ما هون قال بس ما لتنو انقدي والصوستنياو القبول مكبل القبول مكبل يميلونه كتقاومو نسعى هنا قالوا قديتها يميادرقاتشو النقروج بملو لا إله إلا الله قديتها يميادرقاتشو النقر هلو تقبية لسرابتي قبانيال انقدي الله سبحانه وتعالى اندزامي سارو يادرقاننا انقدي كالله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله بيه كتقبل كوتين كذابو هالا دقمو يالا تقاومو يالا منم ترطر لسرابت يقبان يال مالتنو انقدي يه سوستنياونو مالتنو ودا أراتنياو سنمطا انقدي استي سوستنيا من لو مكبل منون استي الله سبحانه وتعالى ياسك أمت اللنن استي ماسر الجاوش النملكت قد يعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون انقدي مشركوش نبياتنا صلى الله عليه وسلم ما استبابل سيهون ملال الله سبحانه وتعالى الزيقى أن السوبة أرقط الله سبحانه وتعالى لبو تشاكو يستبابلهم نقرقن يا الله أنقذ يكدالو إلى الله سبحانه وتعالى النسو يكدالو تاريه مؤمنين هنا مكاري اللبتم مملسي اللبتم اج مقبل اللبت الله نبياتنا صلى الله عليه وسلم بقرآننا بصحيح حديث وست يقلس وتن هلو تقبلو لسرابت يقبوا المالتنو سلزي من إلى الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم انقدي الله سبحانه وتعالى
ያዘዘውን ሁሉ ተግባራዊ የማድረግ ግዴታ አለብን እኛ ሙስሊሞች ተግባራዊ የማድረግ ግዴታ አለብን ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከራሳቸው አንስተው አይደለም የሚናገሩት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘዛቸው ነው ወማ ይንጥቁ አኒል ሀዋ ኢን ሁወ ኢላ ወህዩ ዩሃ ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቁርአንና በሰሂህ ሐዲስ ውስጥ ያዘዙትን ሁሉ ተቀብለን ተግባራዊ ልናደርግ ይገባል እንቢታ የሌለበት ፍጹም የሆነ መቀበል ሊሆን ይገባል ተቃውሞ ምንም ተቃውሞ የሌለበት ማለት ነው እንግዲህ አራተኛውን ስንመለከት ምን ይላል የተው አልእንቂያድ የሚለው መታዘዝ ለዚህ ቃል የግዴታ ልንታዘዝ ይገባል ምክንያቱም ከከለከላች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘውን መታዘዝ የከለከለውን መከልከል አለብን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቁርአንና በሰሂህ ሐዲስ ውስጥ ያስቀመጡልንን ሁሉ ተቀብለን ተግባራዊ ማድረግ አለብን ምን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወመን ዩስሊም ወጅሁ ኢላላህ وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها እንግዲህ الله سبحانه وتعالى مين لا الزيغا رسول ملكام سري هونو فيتون بمتازنا بمتنانس ودا الله يميسط سو تنكار رغمد بارغت شبطه يعني يتوحيد قال يزو سرابت معناته نو እንግዲህ ايه ሶስተኛ ወይ ደግሞ አራተኛው መታዝ ነው الانقياد የምንለው ማለት ነው አራተኛው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምስተኛ እንግዲህ አራተኛው ነው አምስተኛው ላይ ምን ይላል الصدق እውነተኛነት ከውሸት የራቀ ይህንን ቃል እኔ የምሰራበት የማምንበት እምነትም ሆነ በአንደበቴ የምናገረውን ይሄንን በእውነት ሊሆን ይገባል ለዋሽ አይገባኝም ምክንያቱም ሙናፊቆች ሲዋሹ ነበር ላያቸው ሙስሊም ነው ውስጣቸው ግን كافرنت النيازو من إلى الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون انقري منافق وش أنت كو يا الله ملك تنيا عندونك إنا من علم بلوان አው ከሳቸው ጋር ሰላትን ይሰግዳሉ ከሳቸው ጋር ሁሉ ነገር ያደርጋሉ ነገር ግን ውስጣቸው ደብቀው ያዙት አላቸው ያውም ሙናፊቅነትን ነው እንግዲህ ላያቸው እውነት ነው የሚመስለው ውስጣቸው ደግሞ ውሸትን ያዘው ስለዚህ በእውነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልናመልክ ይገባናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ምንም ጥርጥር አረጋግጠን በእውነት ልናመልከው ይገባናል ማለት ነው እንግዲህ ስድስተኛው እንግዲህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሸርጦች ስድስተኛው ምንድነው የሚሆነው አልኢኽላስ ማጥራት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ማጥራት ከሽርክ ማጥራት አለብን ማንኛውም ነገር ተውሂዳችንን ከሚጎዳው ነገሮች ሁሉ ጥርት አድርገን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የምናመልክ ስራችን ሁሉ ከሽርክ የጠራ ሊሆን ይገባል ማለት ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በስድስተኛው ምን ይላል በቁርአኑ ስድስተኛው ምናረጋግጥበት አላ ሊላህ الدين الخالص عندنا لله بوتعالى من الى الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء እንግዲህ الله سبحانه وتعالى بزينا بليلوچم اياتوچ üst الله سبحانه وتعالى بزي عينت مركو طرط ادرغن عندنا ملكو يجلصلنا انجدي وفي الصحيحين وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه يوم القيامة يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم شفاعة يمي أغنيو لا إله إلا الله يمي لون قال بأونت بأرقت أنينت كلبو يا لا تنوي لا نبياتنا صلى الله عليه وسلم انقدي ودن دموتي سبات تنياونا يمج الرشاو مودد يمي لونو انقدي يوم المحبة يمي لون مودد يهنن قال يعززو مسكرنتون قديتا يمي أدرقاتشو النطبوش هلو ወድጄ ተቀበልኩት ሊሆን ይገባል ግዴታ የሌለብኝ መጥላት የሌለበት ፈርቼ የማዳርገው ነገር ሳይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሆም ብዬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወድጄ
ያለምንም ጥላቻ የተቀበልኩት ሊሆን ይገባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሚነላ ወሚነ الناس ኢማ ይተኺዙ ሚን ዱንላሂ አንዳደን ይሁቡነሁም ከሁብላህ ወልዲነ አመኑ አሽዱ ሁብ ሊላህ እነዚያ ሙእሚኖች ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅግ ከፍተኛ ጠንካራ የሆነ ውዴታ አላቸው። አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ አንሁ ሚነ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ዩእሚኑ አሐዱኩም ሐታ አኩነ አሐበ ኢለይሂ ሚን ወለዲሂ ወዋሊዲሂ ወናሲ አጅመዒን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የነዚህን ከሊማቶች ሙሉ ውዴታ ኢላኢላሃ ኢላላህ ተቀብለን በሙሉ ሰባቱ ሸርጦች አሟልተን የጀነት ባለቤቶች የሚሆኑ ያደርገን። ሀዛ ወላሁ አዕለም። وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.